أعزائي وزملائي، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكركم جميعا على تشجيعكم لي واهتمامكم بالفيديو سيريز. أنا يعني أسلكتم صدري والله إنكم شجعتوني، وكومنتاتكم يعني وكمية الفريند ريكويست. أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أرد على الرسائل اللي بتوصل لي، بس معلش يعني أعذروني لأن أنا ببقى مشغول أو شغال في الوقت اللي بتبعتوا فيه رسائل، فبحاول أرد عليها على قد ما أقدر. بعدين اللي ما ردتش عليه لو سمحتوا معذرة لضيق الوقت. ولكن عموما احنا النهاردة هنتكلم عن الإفكت اوف تيشو لوس على الابروبريت امبلانت بروستيك اللي هنستخدمه بعد ما نحط الامبلانت. زي ما اتكلمنا قبل كده، ويعني بس انا عايز اعمل ستريس على نقطة مهمة جدا. الفيديو سيريز دي حتى بعد ما تخلص مش هتعمل من اي حد من اللي متابعها امبلانتولوجيست. يعني لو سمحتوا محدش يفتكر ان الفيديو سيريز دي هتعلمه ان هو يجيب عيان ويروح ايه يبتدي يعمل سيرجري ويعمل الموضوع ده. ما ينفعش نظريا، لازم عمليا، ولازم يبقى في منتور معاك، ولازم تبقى شايف حالات أو على الأقل بتشتغل حالة مع حد عنده خبرة كبيرة. لسبب بسيط جدا، إنك أنت لو بعد السيريز دي تقول ده الموضوع ده سهل أوي، أو الموضوع ده خلاص عرفناه، مفيش مشكلة خالص، نجيب بقى بيشنت ونبتدي نعمل عليه سيرجري، وتقع في مشكلة، والمشكلة دي محدش هينقذك منها وهتبقى في موقف وحش. لو سمحتوا يا جماعة، ما ينفعش انكم تستخدموا السيريز دي كأي حاجة غير ان هي knowledge base. knowledge base يعني بتتعلم حروف الهجاء علشان تكون جمل، كلمات، والكلمات تكون جمل. انا بعلمك حروف الهجاء، بنور لك السكة علشان تعرف تمشي فين. موضوع البراكتيكال كورس ده موضوع تاني هنتكلم فيه بعدين. انا بتكلم مع اصدقاء وزملاء اعزاء ان احنا نحاول نعمل في مصر، او في يعني انا بيجي لي ريكوست من بلاد كتير، من ليبيا، من اليمن، من العراق، من اخواني في يعني اخواني واخواتي في البلاد دي، في سوريا، في ليبيا، يعني في الجزائر. انا يعني يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه يعني اداني الفكره دي، وانه هداني لاني اعمل حاجه زي دي. فلو سمحتوا يعني معذره، بس يعني لو اللي مستعجل ما يسمعش الكلام ده، يعني لو مستعجل بقى ربنا معاك، لكن ما ينفعش الاستعجال. عموما عشان ما نضيعش الوقت، هنبتدي نتكلم عن التيشو لوس والريستورتيف بلاننج. لا، اللي احنا بنتكلم عليه انها ريستورتيفلي دريفن امبلانت دنتستري. يعني انا ببص على الريستوريشن اللي انا هعمله شكله ايه الاول، وبعدين بعد كده ابتدي اشوف التشالنجز اللي بتخلي الريستوريشن ده، او اللي هتخليني ما اقدرش اعمل الريستوريشن ده. اوكي، يعني انا لو هحط بريدج ولا كراون ولا واتيفر، كويس، لازم ابص على البيس اللي انا هحط عليها الكراون او البريدج ده، شكلها ايه، البون شكله ايه، التيشو شكله ايه، الريستورتيف سبيس نفسها شكلها ايه، الاوكلوجن شكله ايه، هل العوامل المحيطه بالريستوريشن ده هتخليني اقدر اعمل ريستوريشن ده علشان يبقى واحد استاتيك فانكشنال هايجينيك، يعني العين يقدر ينظف حواليه، ولا اعمله مصمت كده على الجينجيفا وانبسط بيه قوي، والعين ما بيقدرش ينظف حواليه، ويبقى فيه بلاك ريتينشن وفود امباكشن وكلام كتير قوي بلاوي يعني، وبعدين بعد كده العمليه تدخل في مشاكل وكده. المهم ان انا الاول اعمل ابص من منظور ريستوراتيف الاول.
وعلشان احنا كدكاتره اسنان احنا دكاتره استعاضه، يعني وي ار ريستورتيف دنتست في الاول، فاحنا بنبص على حتت اماكن ما فيهاش سنان فراغات كويس، وبنحاول نعمل فيها دنشر مظبوط لو في سبيس، ببص على الباث اوف انسرشن، ببص على السنان اللي حواليه، ببص على التيشو اذا كان فلابي ولا لا، ببص اذا كان في تيشو لوس جامد يبقى لازم احط بينك اكريليك كتير علشان يعمل يستعيد عن الجم اللي راحت دي والبون اللي حصل له ريزوربشن، ويتعمل ويبقى فيه نوع من انواع الليب او التشيك سبورت او الفيشل سبورت، ارجع الاو في دي الاوكلوزيف فيرتيكال دايمنشنز تاني. الحاجات دي كلها لازم افكر فيها الاول قبل ما ارزع المسمار ده في العظم. اوكي بسم الله. فاحنا بنتكلم من المنظور الريستورتيف كويس، فانا هتكلم على الحكايه دي من الاول. التوث لوس يوجوالي فولود باي بروجريسيف ريزوربشن اوف الفيولار بون اند سوفت تيشوز. ما هو الفيولار بون دي موجوده ليه؟ تو سبورت تيث بس. الفيولار بروسيس دي بروسيس من البيس البون كويس، لما البيبي بيتولد كويس ما عندوش سنان، عنده بيسل بونز، والبيسل بونز دي فيها توث جيرمز بتتكون، والتوث جيرم بتتكون بيكون معاها الالفيولر بون تو اكوموديتد، ولما الروت يبتدي الالفيولر بون دي يحصل لها ماتوريشن، يعني الالفيولر بروسيس دي بروسيس من البيسل بون كويس، موجوده علشان بس تو سبورت تيث، ده الفانكشن بتاعها. وقت ما السنان بتتشال الالفيولار بروسيس بيحصل لها ريزوربشن، ووراها على طول السوفتش. اوكي ده جيفن، يعني مش محتاجين اتودانكوي يقولوا لنا الكلام ده كويس. اتودانكوي هم اللي عملوا ديسكريبشن للالفيولار بون ريزوربشن والباترن من الاول. اوكي وعملوا له كلاسيفيكيشن كده، مش هنخش في تفاصيله قوي، احنا بس نفهم الميكانيزم شكله ايه. اوكي results in reduced height and width of alveolar ridges طبعا. اوكي alteration of inter arch relationship في الهوريزونتال والفيرتيكال، يعني بيحصل alteration في الـ في الـ في الارشز ليه، هنشوف كمان شويه. اوكي long term effects of edentulousness ده severe resorption اهو قدامنا. patient عنده severe maxillary and mandibular resorption وخلاص بقى على الايه على الحديده زي ما بيقولوا، على الالفيولار بون على البيسل بون، اسف على البيسل بون، الالفيولار بون راحت خالص. فانت زي ما انت حضراتكم شايفين ادي الريفرسال اوف maxillary mandibular relationship، بقى الموضوع صعب. انت دلوقتي هتحط سنان في الـ في الـ في البيشنت ده وترجعه لكلاس 1، هل انت متخيل قد ايه ليبيالي الابر تيث هتبقى للكريست اوف ذا ريدج، وقد ايه لينجولي اللور تيث هتبقى للكريست اوف ذا ريميننج ريدج؟ طيب هتصرف ازاي في الموضوع ده؟ بتعمل له دينشرز وبتاعه وبتعتمد على البوردر سيل والحاجات دي كويس، والبيشنت مش عارف ياكل لانه الموضوع بالنسبه له بقى صعب قوي، في انت عندك انستابيليتي لانك عندك الارم اوف فورس والارم اوف ريزيستنس لو فاكرين الروافع كويس، بقى ريفرس اهو، وبقى في نوع من انواع الـ في عندي مشكله في الـ في الجو ريليشن شيب. اتودنكوي ابتدوا يجيبوا سكالز يعني ماكزيلي ماندبلز وقعدوا يبصوا عليهم في different stages of tooth loss. وإحنا عارفين إن المجزيلاري بيزل بون أصغر في محيطها في السيركمفرنس عن المانديبولار بيزل بون، ده given. واللي بيعمل الفرق اللي بيعمل مش الفرق اللي بيعمل الكومبنسيشن لده كويس
هي الالفيولر بروسيس. فالالفيولر بروسيس بتتكون كويس باليتو ليبيلي او فيشلي في المجزله, وبتتكون لينجولي في المن. يبقى انا كده الالفيولر بروسيس السيركمفرنس بتاع الالفيولر بروسيس مش البيزل بون في المجزله اوسع من البيزل بون, وفي المندبل اضيق من البيزل بون. خلينا بقى ايه نرسم كده تو سيمي سيركلز كويس, نص دايره كويس, نمسك من البكل او السنترال فوسا بتاعه اللور ليفت 7, ونلف كده ماشيين في السنترال فوسا بتاعه المولرز بريمولرز ال 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 الكاسب بتاع الكاسبيد, وبعدين بعد كده الانسايزال ايدجز, نلف على الناحيه اليمين الكاسبيد السنترال فوسا بتاعه البايكاسبيد والمولرز كويس. ادي سيمي سيركل, ونرسم سيمي سيركل كده من تحت اللور بوردر بتاع المندبل ونقارنه, هنلاقي ان السيمي سيركل اللي فوق اصغر في السيركمفرنس من السيمي سيركل اللي تحت. نشوف بقى في المجزله, نعمل نفس الموضوع على السنان وبعدين البيسل بون, هنلاقي ان البيسل بون اضيق من السيركمفرنس بتاعت الالفيولر بون. جميل. يبقى طبيعي جدا لما يحصل ريزوربشن في الالفيولر بون المجزله هتضيق والمندبل هتوسع. كويس, سيبنا من موضوع الهايد, احنا عارفين الهايد ده هيحصل له ريدكشن anyway. اوكي, وادي الصوره قدامكم اهي, راديو جراف تحت وجنبه المودلز بتاعت الغلبان البيشن ده كويس, وفوق ديسكريبشن دايجراماتيكلي للي بيحصل. يبقى انا عندي انه المجزلة بيحصل فيها بنقول الفيشل بون ريزوربشن, يعني بيحصل ريزوربشن فيشلي فيشيو باليتلي او ليبيو باليتلي, فبتبقى او معلش بالمصري باليتلي مش باليتلي باليتلي اوكي معلش احنا هنا في انجلترا. بيحصل سنتريبيتال بون ريزوربشن باتر, سنتريبيتال يعني بتخش ناحيه السنتر ايه ناحيه السنتر ال او الميد لاين الريزوربشن. المندبل بيحصل فيها سنتريفيوجل ريزوربشن, سنتريفيوجل يعني بيوسعها اوكي, زي ما انت شايف او ما انتوا شايفين, اسف ما انتوا او انتي او انتوا زي ما يكون عشان ما اتلخبطش, زي ما انتوا شايفين في الدايجرام. اوكي اتفقنا, يبقى احنا كده يبقى عندنا مشكله كبيره. طيب نعمل دنشز, نعمل دنشز جميل, بس ماكوردن جراند كده اللي هم ما بيحبوش الدنشز قوي, انا واحد من الناس اللي يعني بعمل دنشز وبحاول اعملها على قد ما اقدر كويس, لكن بعمل دنشز قليلين جدا جدا, فايدي ما بتتمرسش على الدنشز, انا ما عنديش عينين دنشز بيقولي كتير. في عندنا احسن واحد بيعمل دنشز في الدنيا كلها, نمبر 1 ان ذا وورلد, اسمه فينلي ساتن, لو لوك هيم اب. فينلي ساتن يعني مش استاذ, ده اكتر من استاذ في الريموفبل بروستودونتكس, بس هو استاذ في الفول دنشز وبيعمل اغلى فول دنشز في العالم كويس, وهو راجل مشغول جدا بس بيعمل اغلى فول دنشز في العالم او كومبليت دنشز زي ما بنقول. اوكي يعني لو حصتنكم شويه الـ بالمصري كده, الفول دنشز اللي بيعملها فينلي ساتن ب 100,000 جنيه مصري اوكي, ما بيعملش امبلانتس خالص, والفول دنشز بتاعته والكمبليت دنشز بتوعه لحالات كتير جدا وصعبه جدا, فيري فيري ريتنتيف وفيري ستيب. اوكي ماشي, ده فين اللي سطن, بس ماكوردن جراند قالوا انه ريموفبل دنشز اوفر ساتسفاكتوري توث ريبليسمنت بات بروبلمز نون انكلود السريشن دنشز تومتايتس دنشز انديوس هايبربلازيا او فود ترابينج. دول للناس اللي هم ايه ريديوس تيست اند تمبرتشر ابريشيشن, ده طبعا بغض النظر ان الدنشرز بتوع فينلي ساتن
هم احسن دينشلز ولا لا، هو بيغطي الميوكوزا، والميوكوزا دي كونفي في تيست بادز موجوده في الاوروفارينكس كده وفي السوفت باليت بتتغطى، وبيبقى البيشنت التكستشر بتاع الفود والتمبرتشر بيبقى السنسيشن بتاعها بيقل. Okay, the functional problems can be compounded by emotional effects of tooth loss. طبعا التوث لوس ده يعني انا بفقد organ كويس، عضو من اعضاء جسمي، ان انا بشيل اسناني. يعني البيشنت اللي بتعمل له كليرنس ده بيشنت في حاله سيئه نفسيه سيئه جدا، لان اسنانه كلها تروح. اوكي، فالايموشنال افكت ده بيماكسمايز الفانكشن بروبلمز. يعني البيشنت ببساطة شديدة جدا، انت عندك patient بتعمل له clearance، كان عنده periodontal ligament، والperiodontal ligament دي بتدي feedback mechanism لل central nervous system علشان يدي اوامر للmuscles انها تشتغل بطريقة معينة، والjoints والكلام ده كله، musculoskeletal system. فيعني البرين عارف السنان فين، السنان اتشالت، البرين بقى خلاص، لان السنترال نيرف سيستم مش عارف فين بقى، خلاص السنان دي راحت، يبقى الريبريزنتيشن في البرين راح، يبقى انا احط دينشرز. الدينشرز دي ريبريزنتيف في البرين؟ لا خالص، يبقى مفيش بريدونت ليجمنت بتدي فيدباك، يبقى كده البرين اتلخبط مش عارف السنان فين. اوكي، دي المشكله الكبيره العويصه، انه الادابتيشن بتاع العيان ما بيبقاش سهل. ليه؟ لانه البرين بتاعه ما يعرفش الدنشر ده فين، السنان دي فين. فلازم تفهم العيان اللي انت بتعمل له كليرنس او بتشله بقيه سنانه عشان يتعمل له فول دنشر. يا عم الحاج او يا ست الحاجه كويس، هو كان صغير، يا استاذ او يا استاذه، اللي هيحصل ان حضرتك مخك مش هيعرف سنانك فين، فيقعدوا يخبطوا في بعض ويعملوا حوادث وبتاع، ويقعوا ويبهدلوا ويتنيلوا كويس، ومش هتعرف تاكل، وتيجي تقول لي انت الدنشر بتاعك ده زباله، هقول لك لا، قبل ما نعمل الدنشر نقول انا دكتور وبعرف اعمل دنشرز كويس قوي، لو انت عندك ضمير بعرف اعمل دنشرز كويس قوي قوي قوي، بس انت دي اول مره تلبس فيها دنشر، وهقول لك اللي هيحصل ايه. اوكي، فلازم نبقى حريصين كل الحرص ان احنا تو مانج الاكسبكت بتاعت العيان زي ما ذكرنا سابقا. significant even if patients or who appear to be coping well with removable dentures. هم الناس اللي عندهم dentures يعني غلابة، لأنه هو يدوبك قدر يدفع حق الدنشر ده كويس، ويعني اهو يعني هيعملوا ايه، شر لابد منه وما يقدرش على حاجة تانية، فهو يعني او هي بيحاول على قد ما يقدر ياخد عليه، لكن برضو التولرنس دي مش موجود او صعب شويه. فيكس بريدجز، طبعا الستديز بتقول 67 بريدج سرفايفل، 23% فيلير ان ذا فيرست 15 ييرز لوست اوف ريتينيتي. طبعا دي ده ستدي قديم، ولكن بيوري لك انه انت بتعمل جرايندنج بينامل وبتخش على الدنتين، ومهما حرصت بيبقى في بعض السنان واللوز فيتاليتي ايذر سيمتوماتيكلي او اي سيمتوماتيك كويس. لما بنيجي نعمل كده روتين ريدي كرافتس ونلاقي فيه بريدجز ويل ميد بريدجز وزي الفل وكل حاجه، ونلاقي ايه ليجن سايلنت ليجن حوالين ايبكس بتاع التوث اور تيث، وما نعرفش ده ابتدى امتى، والبيشنت ما عندوش سيمتومز ليه. اوكي، ولكن بنلاقي. اوكي، ف اللوس اوف فيتاليتي ده بيبقى موجود، وموجود كتير، ما نقدرش نعمل له كوانتيفيكيشن لانه صعب جدا انك انت unless التوث is symptomatic or radiographically في حاجه تدي لك كده هنت ان في نكروسس او ديجنريشن او في ليجن معين. اوكي، ساعتها ما تقدرش تعرف يعني النسبه قد ايه بالظبط، ولكن ده استدي من الستديز عدة وقال كده. يا طيب لو لوس اوف فيتاليتي هتعمل ايه؟ هتروح خارم من في الكراون علشان تعمل روت كانال، حتى بالايه بالمينيمال
preparation techniques بقى اللي اخترعوها وحاجة جميلة جدا to preserve the tooth structure وmagnification microscopes وما شابه برضو انت you weaken the structure of the tooth because the tooth is already weakened by preparation or reduction. انت السنة دي مش ساوند, لو هي السنة دي فيها انامل محترم ودنت اقول لك ماشي, لكن دي الانامل بتاعها يعني ايه اتكحت اتبرد كويس فبقت ضعيفة, ضعفتها تاني بانك انت عملت اكسس كافيتي كويس وعملت جروت فيلينج. هنحط بوست ومش عارف ايه لكن دي بتبقى ميكانيكالي باي ميكانيكالي ويكر دان ساوندي. اوكي ممكن نلاقي في بريدجز بتكسر في الابطمنت ليفل, يعني عند الريتينرز كويس هنلاقي ان الابطمنت بتكسر. طيب هنعمل ايه؟ Okay, up to 20% of teeth become non-vital within 5 years of crown preparation. طبعاً يعني ده aggressive شوية لكن كلام ممكن يكون مقبول. Okay. Endodontic treatment represents a significant liability for teeth supporting fixed bridges. لأنك أنت مش عايز تشيل البريدج, مش هتشيل البريدج تقطعه حتت وأنت تعمل روت كانال في سنة وأنت تاخد البيشنت impression وتقول له هعمل لك بريدج جديد. كويس وتدفع ثمنه علشان وزائد ثمن الروت كانال تريتمنت وحرمي لك البريدج ده في الزباله واعلى ما في لك الركب. ما ينفعش بتحاول تعمل الروت كانال ثرو ذا بريدج. يعني ممكن وانت بتشتغل كده يوم ايه بورسلين طيب, ويا سلام بقى لو البريدج ده زيركونيا يا حلاوتك. شوف بقى ايه هات ايه هات لك كده 3 4 كيلو بيرز كويس وحطهم في جردل وابتدي اشتغل كويس, لانه كل دوره من الدورات هتلاقي ان الدايموند راح ارمي طاخ ارمي طاخ ارمي طاخ وايه حفرت بتاع عملت لك كده ايه 2 مليمتر اكسس ولسه ورمينا بتاع 10 بيرز في الزباله. اوكي Failure rates in root-treated teeth have been shown to reach up to 15%. يعني حتى بعد ما بعمل root canal للعيان اللي قالوا loss of vitality من الريدكشن اللي أنا عملته علشان أعمل bridge ممكن يحصل له فيلي. يعني طب إيه المعادلة الصعبة دي؟ طب ما بلاها البريدج. أوكي Fix bridges removal of substantial tooth tissue lead to increased loads on the patent teeth. Still a good procedure for teeth which are restored, not for perfect teeth or structurally weakened patent teeth. يعني أنا يعني بقول ده دلوقتي, لكن زمان ما أنا كنت بعمل bridges right? واحد من ال most successful bridges in dentistry اللي هو six unit upper anterior bridge لما ال centers واللaterals بيبقوا ايه بيبقوا missing. يبقى انا بعمل 3 to 3 bridge وبعمل preparation ل sound canines بس دول بيعيشوا. اوكي او ممكن يحصل فيه مشاكل. ماشي timing examine all prosthodontic options timing of a of restoration لما يحصل tooth loss expedite implant treatment if this is the best option. يعني expedite يعني سرعوا كويس لو هو البيست اوبشن والعيان وافق كويس يبقى سرعوا بقى كويس لو مش انت اللي خلعت السن او مش انت اللي خلعت الضرس لو انت اللي هتخلع يبقى ساعتها to consider immediate لو appropriate. اوكي maximize predictability and cosmetic result طبعا لانك انت بتلحق التيشو قبل ما يحصل له loss minimize surgery and costs طبعا لانك انت لو جيت لسايد في سنه مخلوعه بقى لها 5 سنين ولا 6 سنين احنا عارفين ان 50% of the alveolar bone width is lost within the first 6 months. طيب يبقى انا لحقتها within 6 weeks ولا 12 weeks من الاكستراكشن يبقى كده انا انقذت الموقف باني قللت او تدخلت قبل ما حصل بون ريزوبشن وهضطر ان انا اعمل كرافتنج او حاجه
كويس، وهضطر ان انا اعمل سوفتيشو مانجمنت كمان، يبقى ده ماونتنج اب اوف بروسيجرز، وهتبقى مور اكسبنسيف للعيان، والسيرجريز هتبقى يعني مور كومبلكس، يبقى الموربيديتي هتبقى اعلى. Local factors affecting dental implants. طيب tissue remaining at dental sites. tissue بقى. Speed of diagnosis and referral. Referral أو treatment. يعني أنا يعني ما بعتها لحد يعملها أو عملتها أنا. Speed of the implant provider. يعني implant provider available. مش speed يعني يعني سريع يبتدي يشتغل بسرعة ويخلص بسرعة. لا. Speed يعني إن أنا ببعتها لزميلي اللي بيعمل implants. كويس ألاقيه جاهز. مش 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 هيبقى فيه مشكله ان هو يقبل الحاله وبسرعه تشتغل، او انت كطبيب اسنان وبتعمل او بتعمل امبلانتس انك انت within a short period of time او consider immediate لو appropriate. طيب factor affecting hard and soft tissue. volume of bone and soft tissue available. في الاول من الاول history and pathology of tooth loss. السنه دي اتشالت ليه؟ اوكي اتشالت عشان بريدونتال ديزيز، يبقى انت عندك البون بيس اساسا كومبرومايز. اوكي عن اكسيدنت كويس، يبقى في مشكله في الباكر بليتس، احتمال تكون طارت مع الاكسيدنت. اوكي نيتشر اوف ذا اكستراكشن. انا عندي بقى يا اما البيشنت ده راح لجزار يا اما راح لحلاق صحه. تعرف مش انا حلاق الصحة دي، بس لو حد يعرفها ان هو زمان كانوا الحلاقين هم اللي بيعملوا حاجات كتير قوي في المستشفيات يعني، فكانوا مسمينهم حلاق الصحة. حلاق يعني راح لواحد ما بيفهمش اوكي ومسكه خلع له، بس خلع له ودمره، فانت جاي لك مفيش بقى بك البون خالص، اتكسر مع السنة وفي شوية والفيولر ميكوزا، مفيش كراتينايز تيشو والدنيا بايظه خالص. يعني نيتشر اوف اكستراكشن، يعني بريوتوم يعني واحد مدلع العيان بريوتوم بقى كده ويخش بين الـ بين الروت والالفيولر بون، ويقعد يقطع في الالفيولر بون بالبريوتوم لغايه ما ايه السنه تبتدي تبقى لوس، وده محتاج صبر ايوب. كويس لو السنه ساوند انت محتاج صبر ايوب كويس، لان البريوتوم اكستراكشن ده فيري انجويبل وانا بحبه، لكن ممكن ياخد وقت طويل جدا. تطلع السنه تقعد مثلا ايه 45 دقيقه تشيل في سنجل روت التوث مثلا، عشان انت عايز تعمل بريزرفيشن للبون اللي حواليه. كويس وانت سكسسفول ادي ساعه الا ربع اكستراكشن، وسبع دقائق انك انت تحط الامبلانت وتقفل. اوكي ولا فورسبس بقى، وحط بقى ايه ركبته في صدر العيان وقعد يشد ويشد ويشد، والمرضى تشد والمساعد بتاعه يشد لغايه ما السنه تطلع. اوكي يبقى انت كده يا هو عمل ايه تروما جميله جدا، يبقى هاس ريزوبشن اسرع واوحش. اوكي تايم بتوين ذا اكستراكشن اند انسرشن اوف ذا امبلانت طبعا كويس، يا اما ايميديت يا اما اللي هم بيسموه دلوقتي immediate delay، يعني في خلال anywhere between 3 to 8 weeks okay. من 3 ل 8 أسابيع. history of the loss. طب ايه بقى اللي حصل؟ periodontal disease ولا apical pathology ولا apical periodontal surgery او ولا root fracture ولا ايه اللي حصل بالضبط؟ كويس وكل كل ده بيدينا indications ايه كمية البون ريزوربشن اللي حصلت. اوكي بريدونتال ديزيز طبعا مش هنخش مش هنعمل دياجنوز البريدونتال ديزيز، عارفين الناس اللي عندها بريدونتال ديزيز عندها مشاكل اكبر بكتير جدا من ال يعني هتبقى متشعبه وممكن تبقى generalized. انت عندك loss of bone and soft tissue وعندك functional aesthetic challenges due to tissue loss recession بشع او hyperplasia بشعه، وعندك
combination of both. عندك bone resorption عالي, the vertical defects بين السنان. عندك bone base compromised للآخر. وتقعد تدعي ربنا ان الاستيتيك ديماندز بتاع البريودونتال افكتد بيشنتس ده لو, علشان السمايل لاين ما يبقاش عليه قوي, علشان انا ما توحلش عايز اعمل ايه ريستوريشن اوف ذا بيس اللي هو البون والسوفت تيشو. وده موضوع كبير. انكريز ريسك اوف فيلير. طبعا في بيبرز بتقول ان الناس اللي عندها بريفيوس بريودونتال ديزيز, اوكي, اي نوع بقى من الانواع مش هنخش في التفاصيل, اي patients عنده history of periodontal disease is at higher risk of implant failure. Okay, where we have to ensure that we use the right procedures. ال patients دول, افرض انك انت مثلا, هديك مثال صغير, patient smoker. Okay, smoker, وال smoking patient ده يعني مشاكل بقى. طيب البيشنت ده جه ايدنشلس, كويس, وقال لك انا عايز حاجه تستيبلايز, ومش عايز حاجه ريموفبل, شيلها احطها في كوبايه بالليل, الكلام الغريب ده. اوكي, البيشنت ده لو عملت له, لو حطيت له فور امبلانتس اوفر دنتشر, كويس, ده بالنسبه لك سيفر اوبشن. ليه؟ لانه هيشيله وهينظف بالفرشه حوالين الاتاتشمنتس او الاباطمنتس, جميل جدا. لكن لو هو ما بيعملش كده هيحصل مشاكل. يبقى المهم ان هو هينظف حوالين الايه الاباطمنت. طيب ده ينفع للسموكر اكتر؟ طبعا, لان لو حطيت له بريدج, البريدج ده هو بينظف يوم ويوم لا, وبينظف يوم وثلاث ايام لا, وهكذا, هيحصل بلاك اكيوميليشن, ممكن يجي لي ميوكوزايتس او بري امبلانتايتس, كويس, وخصوصا ان البني ادم ده سموكر. لكن لو انا في السموكر حطيت له اوفر دنتشر, كويس, مش هرفضه بس اقول له اوفر دنتشر, وعلمه ان الاوفر دنتشر ده بيخلي الدنتشر اول ما بيبقى كليكت ان بليس بيبقى ستيبل ديورين فانكشن, يعني مش هيتحرك ديورين فانكشن, اوكي, ولا هيقع من بقه ولا كلام من ده, هو اللي هيحركه, هو اللي هيشيله, اوكي. فلازم البيشنت يبقى ايديوكيتد في الموضوع ده, بس علشان بيشيله وبينظف حواليه وبعدين يحطه تاني يبقى الريسك قل شويه من السموكينج او من الاورال هايجين اللي مش مظبوط. اوكي, current strategies for aggressive periodontitis. بصوا احنا مش هنخش في موضوع البريودونتايتس ده لانه ايه السيجنيفيكانس احنا عارفينه. دي كنا يعني في ميتنج كنا لازم نتكلم على البريدونتال تريتمنت, وهنعمل له ابديت لانه الكلاسيفيكيشن بتاع البريدونتال ديزيز اتغير وما بقاش فيه بقى ايه يعني بقينا بنتكلم على كاتيجوريز واكستنت اوف ديزيز. بريدونتال ديزيز ايرودز ذا بيس فور امبلانتس, اللي البون بيروح, كل ما البريدونتال ديزيز استابلشت او واستابلشت لفتره اطول كل ما البون بيس ابتدت تبقى ايرودد بتروح. اوفتن بركلوز فيكس بروسيسز سام تايمز, انا ما اقدرش اعمل وول اوف بينك بورسلين مثلا ولا بينك كومبس وول كبيره جدا عشان تكومبنسيت فور السوفت تيشو اللي حصل له شرينكج والبون اللي حصل له ريزولفش. اوكي, هنشوف كمان شوية. فساعات ما بقدرش احط فيكس بروستاتيك, لازم احط ريموفبل, وريموفبل ده على امبلانت زي ما قلنا موضوع الاوفر تنشن, بيحل حاجات كتيرة جدا جدا. مايت بركلود امبلانت تريتمنت اتسلف, لان انا ما بيبقاش عندي بون او عندي سايتس بق العيان لسه اكتف ولسه التريتمنت ما خلصش, يبقى انا لازم استنى لغايه ما كل حاجه تبقى ستيبل والفتره كمان. Implant should not be inserted into mouth with pockets over 4 millimeters. يعني احنا بنقول انه لو انت عندك بوكيتس كتيره واوفر 4 مليمتر يبقى البيشنت هاي ريسك, ما تستعجلش,
كنترول البريدونتال ايشوز وبعدين بعد كده خش على موضوع الامبلانتس واتكلم معاه. لكن المشكله في في الوقت ده هتبقى انه البيشنت في الوقت ده البريدونتال بروبلمز اللي عنده لسه اكتيف، فلازم ابعد بقى كويس لان انا ممكن يحصل لي مشاكل لو البيشنت ده ما تعالجش علاج لسه صح. Strong case for seeking periodontal specialist opinion before implant treatment undertaken. وبعدين لو انت specialist periodontist او تعرف periodontist او بتعالج periodontal disease لازم الموضوع ده يبقى in conjunction with the patient عشان patient كمان يفهم انت عايز تعمل ايه وايه ال outcomes اللي انت عايز توصل له. اوكي ولو علاج اللثة ده هيبقى عند واحد اخصائي يبقى المفروض البيشنت يروح له لو تسنى هذا الامر. لو ما تسناش الامر ده وانت في حته ما فيهاش الفاسيلتيز دي بقى مفيش بقى ما بليد حيله، يا اما تحاول تكنترول البريدونتال ديزيز يا اما هتعمل ايه؟ مفيش بقى غير ان البيشنت بص على البروجنوسيس بتاعت سنان وسنان، ايه اللي البروجنوسيس بتاعته بور لازم يتخلع والباقي نحاول ننقذه ب appropriate periodontal treatment. اوكي لو البيشنت مش عايز يروح للسبيشالست يعني. اوكي طيب pathology of alveolar bone loss ماشي on average بيبقى فيه 4-10 referrals per month او advanced periodontal problems. ده في الـ في الـ ده في السنترز بتاعتنا يعني. فالبون يعني بيجي لنا يعني مصايب بقى. يعني بيجي لنا مصايب مفيش بون يعني البون بيبقى very poor in a poor state. اوكي وده high risk يعني. excessive tissue loss favors removable prosthesis to hide the missing bone and the lost gum tissue. طبعا انا مش هقدر ابني الجام تيشو ده ببينك بورسلين يعني هيبقى حرام، ده هيزود البلك بتاعت الريستوريشن وهيخلي فيه مشكله في المينتنس، البيشنت مش هيعرف ينضفه ده هاي ريسك. اوكي اجين رايت ديستركشن اوف ذا بون افكتس بروسيسز والبروجنوسيس. اوكي ماشي ان انا لما هاجي اعمل بروثودونتيك ريهابيليتيشن لعيان زي ده مش هنتكلم على الامبلانتس، انا بتكلم على بروثودونتيك ريهابيليتيشن. اوكي لما اجي اعمل بروثيسيس للبيشنت زي ده، افرض ان البيشنت ده جاي لي بالمصيبه دي وراح اعمل امبلانتس عند حد وشال سنان وبتاع وجاي لي اكمل، هعمل ايه؟ هعمل له بريدج؟ لا 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 انا خايف جدا او مش عارف يعني ما مش هيبقى فيه الريسكس نفسها عاليه جدا. واحنا كنا بنتكلم على موضوع الريسك مانجمنت، يعني الريسكس لازم تبص على الحاله فروم ريسك فيو بوينت كويس. كل ما الريسك زاد كل ما التشانسز اوف سكسس او البروجنوسيس قل، فلازم تطوع الأرثودونتيك ريهابيليتيشن للإكزيستنس أوف ذات ديزيز أو البريفيوس إكزيستنس أوف ذات ديزيز علشان هفضل حاطط إيدي على قلبي البيشنت ده هاي ريسك وأنا عملت له إراديكيشن ومش عارف إيه وشلت أسنان الديب بوكيتس وشلتها وعملت بقى اديت للبيشنت ده الهايجينز كده لوزه مقشره وقلت لها يعني نظفي كل حاجه وانا هبص على الموضوع ده ريفيو بعد شهر او شهرين والبيشنت بيعمل بقى اورال هايجين ميجر ما حصلتش يعني، وانا كل اللي هعمله هعمل ريفيو واشوف بقى السنان اللي البروجنوسيس بتاعها فيري بور اشيرها والسنة التانية سيبها كويس. ليه؟ انا عايز اعمل patient transition كويس واجي من الفيو بوينت ان انا هعمل له clearance eventually اعمل له transition من
الفيز اللي جالي بيها لغايه ما يبقى في اريديكيشن اوف ديزيز وكوايت بيريد كده، انا ببص على الاوبشنز اللي وبعلم البيشنت ايه الاوبشنز المناسبه ليه هو في حالته. اوكي again طريقتي بقى اتحفنا في 2004 وقال انه الناس اللي عندها اجريسيف بريدونتايزز انفلونس ذا ليفل اوف مارجن بون لوس اند مي افكت لونج تيرم امبلانت بروجنوسيس. ف يعني انه الامبلانت بروجنوسيس امبلانت او امبلانت تريتمنت كان بي افكتد باي هيستوري اوف اجريسيف بريدونتال ديزيز. معناها ان انا هيجي لي ناس كان عندها اجريسيف بريدونتال ديزيز وانا يعني اقول لهم والله انتوا ممكن انتوا هاي ريسك في هاي ريسك ستيتس، وممكن حتى لو بعد ما كل حاجه راحت وهبتدي احط امبلانتس انا ممكن يجي لي انتوا ممكن يجي لكم بري امبلانتايتس يعني ات هاير ريت عن الناس اللي ما ما عندهاش او ما كانش عندها بريدونتال ديزيز. دي بقى دايجرام كده بس بيورينا الافكت بريدونتال ديزيز اون تيشوز. اوكي البتاع اللي عامل زي الجزرايه دي ده الروت والكراون اهو تحت والجام تيشو كويس وده الساجيتال فيو. طيب ادي ده فله هنا، لو انا السنه دي اتشالت هقدر عندي بلنتي بون وعندي بلنتي سوفت تيشو واقدر اعمل كده، والحاجات الديفكتس البسيطه اقدر اتغلب عليها. ماشي لو بقى راح البون ده وحصل جام ريسيشن وبتاع، طب اعمل ايه؟ ممكن برضو اتبوش وممكن اروح حاطط شويه بينك بورسلين ولا بينك اكريليك، بس لازم يبقى من جوده عاليه قوي علشان يبقى ايه هارمونيوس مع البيشنس يعني الجينجيفا. اوكي طيب اعمل بقى في المصيبه دي؟ البون بيس تقريبا كلها راحت اوكي، وعندي ريستيشن بشع وعندي سوفت تيشو راح في الوباء زي هنادي دون مايندنج. الوقت متاخر وانا ابتديت اتعب وممكن اقول كلمتين كده يعني على المشي فالبون راح في الوباء. طيب هعمل ايه هنا؟ انا عندي تشالنجز كبيره جدا، انا حتى لو عندي شويه بون احط فيهم 6 مليمتر امبلانت وايد دايمتر شورت امبلانت، طيب هبني عليها ايه كل البتاع ده بقيه الروت وبقيه مش عارف ايه وكمان والسوفت تيشو اللي راح. طيب دي مور كومبلكس بقى، طيب دي محتاجاني انا ولا محتاجه حد بقى بيعمل كده ولا ما تنفعش خالص؟ بيشنت لا ادي الدايجرام اهو اوكي ده انا بفهم كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ يبقى انا لازم ابص من منظور ايه؟ بروثودونتيك. يبقى بس ما تفكروش في الامبلانتس دلوقتي خالص، ما هو كله بيفكر وبيقول لي طب ورينا بقى براكتيكال، ورينا السوتشرينج، ورينا الفلاب، ورينا مش عارف ايه. طب انا ممكن اعلمك كل ده اوكي واسيبك كده لحالك. طب هتحط الامبلانتس دول على اساس ايه؟ انا ما بتكلمش على السيرجري، ما هو اي تايتانيوم ارزع تايتانيوم في بق في اي بون كويس under the right circumstances هيحصل له integration. الموضوع مش كده، الموضوع مش موضوع ان انا افتح فلاب واجراح بقى وبتاع وافرح بنفسي او لا. انا prosthodontic، ما هو انت هتحط الامبلانتس او اديت البيشنت ده لحد بتاع جراحة بس وقام رزع لك الامبلانتس كده في كل في هنا يمين وهنا شمال والانجل ده 45 ديجريز والانجل ده 20 ديجريز وانت ايه جالك البيشنت بصيت عليه يا نهار ابيض ايه ده؟ طيب واحده ليبيا القوي واحده لينجوال قوي واحده مش عارف ايه واحده ميزيا التلت واحده ديستال التلت هتحل الموضوع ده ازاي؟
يا خبر ده انا كان عندي تيشو لوس، سوفت تيشو لوس كتير، هتصرف فيه ازاي؟ ده احط ايه؟ بينك بورسلين. ايوه احط بينك بورسلين. طب البينك بورسلين يبقى شكله وحش جدا، والبيشنت يقول لك انا شكلي كاني لابس لابسه طقم او لابس طقم. اوكي بروستودونتيكلي دريفن. بريدونتال ابسس طبعا، يعني البريدونتال بون انجم لوس، وبيحصل بقى انه يعني عندي لوكالايزد بريدونتال ديفكت، بس بيبقى يعني اكستنسيف قوي. وادي النتيجه ان انا عندي باكل بون لوس، ولازم ابني الباكل بون ده بحاجه قبل ومانج السوفت تيشو حواليه، لان البيشنت ده السمال لاين بتاعه هاي. ماشي. وكمان نرجع لورا بس سنه، ادي الصوره على اليمين دي بتوريك ازاي بعد الاكستراكشن حصل عندي حته ديفكت. يا خبر ابيض، ده بقى الديفكت ده هيطلع عيني وعين اللي جابوني لغايه ما عدلوا، ومش هيتعدل عدل كويس، لان انا مش هقدر اعمل بابيلي، ومش هقدر اخلي السوفت تيشو الانتيريور سوفت تيشو كونتور الا بقى لو جبت زوكيلي. زوكيلي ده يعني ماستر اوف سوفت تيشو مانجمنت. اوكي بروفيسور زوكيلي ده في بولونيا في ايطاليا. نايس. يعني هقول لك ايه، يعني يحل اللي ما يتحلش، لكن انا مش زوكيلي. نايس. انا حسين اللي بس ماش حق، يعني الموضوع ده هيعمل لي مشكله كبيره، مشكله كبيره. هعمل سوفت تيشو مانجمنت، بس هل انا متاكد السوفت شيلينج ده هيحصل فيه؟ وبون كمان بون جرافتنج في كونسبت كده، كل ما اللايرز اوف تريتمنت زادت، كل ما الموربيديتي بتاعت كل لاير ابتدت يبقى فيها مشكله. انا عندي بون جرافتنج، عندي سوفت تيشو جرافتنج، وعندي امبلانت، وبعدين ريستوريشن. اوكي ماشي. ان اني كومبينيشن اول رايت. طيب يبقى انا هحط بون جرافت الاول، وبعدين اسيبها يحصل لها انتجريشن، وبعدين ابص على السوفت تيشو مش عارف ايه، وبعدين بعد كده احط الامبلانت. كل لاير من دول لازم يبقى سكسسفل الاول علشان ابني عليه اللي بعده. فكل ما البروسيجر بقت كومبلكس زي كده، يبقى كل ما الموربيديتي هتزيد، يعني نسب الفيلير ممكن اهو. يبقى انا مستني حاجه تنجح علشان ابني عليها اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. اوكي. وابقى حاطط ايدي على قلبي حتى بعد ما احط الكراون ده، ويبقى شكل الجام كويس مقبول ممتاز كويس، والبون بقى تمام وماتيور، هيعيش قد ايه؟ هو ده الفيصل. روت فراكتشرز، مشكله في الروت فراكتشرز انه بيحصل immediately اول ما الروت فراكتشر ده بيحصل في حالات الاكسيدنتس او الايه الاكسيدنتس او الـ لو في بوست كراون. البوست كراون حصل في تروما وحصل فراكتشر في الروت. المشكله في الروت فراكتشر انه اول ما الروت بيحصل له فراكتشرنج، بكتيريا بتخش وكولاجينيزس بتبتدي تشتغل، ويحصل ريزوبشن في البون لغايه اخر حته في الفراكتشر لاين. اوكي. وهو ده اللي بيحصل، لان الكولاجينيزس بتبتدي تبقى اكتيفيتد من الموفمنت. تعالوا نتكلم شويه عن موضوع الكولاجينيزس ده. انت لو بتخلع درس او بتخلع حاجه ولقيتها صعبه شويه، بس عملت دياجنوز قبل كده ما كانش فيه اي انكيلوسيس وما فيش انجيوليشن في الروت يمنع ان السنه دي تطلع او الدرس ده يطلع بفورسبس اكستراكشن عادي. اوكي. دوس عليها شويتين وسيبها شويه كده، وكلم العيان وبتاع مش عارف ايه، دوس عليها شويتين وسيبها، دوس عليها شويتين وسيبها. اوكي. بيحصل ان الكولاجينيزس بيحصل لها اكتيفيشن من التروما، ويبتدي البريدونتال ليجامنت او البريدونشن يحصل له ويكنينج. حصل لك قبل كده انك انت حاولت يعني الامرين في درس او في سنه وما عرفتش، وديت لعيان انتيبايوتكس ولا واتيفر
وبعته مشيته وقلت له تعالى لي بعد يومين، وانت مش عارف بعد يومين هتعمل ايه كويس، يمكن تعمل جراحه، يمكن تدي بتاع الجراحه في العياده او في اي حته تانية. وبعدين قلت يلا نتكل على الله، قمت ايه مدي له انستيزيا وابتديت تشتغل. الدرس طلع سهل. الله، امال انت ما طلعتش يا ابن مش عارف ايه المره اللي فاتت بسرعه؟ علشان انت عملت اكتيفيشن للكولوجينيزس واديت لها وقت تشتغل. اوكي، فالبريدونتال ليجمنت او البريدونشم ابتدى يحصل له ديجنريشن، ولما جالك بعد كده كان حصل ديجنريشن في البريدونشم وقدرت تطلع الدرس او السن. اوكي، نرجع لمرجوعنا انه اول ما يحصل فراكشر بيحصل ريزوبشن في البون along the line of the fracture. اوكي، وده ممكن يبقى سيفير يعني to the apical extent. root fracture لازم بون كرافتنج، implants of bridge لو ما عملش augmentation abandon unsightly bridge او ال P وجنبها فور سلاش يعني upper partial كويس. اوكي، with a flange. alright، ادي اهو root خلعناه وفي fracture، وشوف البون resorption لغاية فين. احنا هنا بنعمل decortication علشان نعمل بون كرافت. اوكي ماشي. حد يقول لي رايه في الفلاب ده؟ اوكي، ابعتوا لي كده يعني على الانبوكس ولا في اي حته، قولوا لي الفلاب ده ايه اخباره. انا ما بعملش فلابس بالطريقه دي دلوقتي، بس قولوا لي بقى ايه لو انا عملت فلاب زي ده انا بهبل كده ليه؟ يعني ما كانش كويس. طب ما كانش كويس ليه؟ اوكي، انا وجهته وجهه انه ما كانش كويس. لو حد منكم عنده راي ان ده كويس يقول لي تمام، ويقول لي ليه هو كويس. اوكي، سؤال على السريع يعني. ماشي، ادي ايه الفراكشر، وادي بوست كلام حصل له فراكشر، والفراكشر لاين طلع لغايه يعني اوسمنت اكستروجن وكولاجينيس اكتيفيشن وبون لوس. ودي حاله كنا يعني حطينا امبلانت في الابر رايت وان، ده كان حصل له مشكله، كان في روت فراكتشر وشال واتحط بداله واتحط بون جرافت، واستنينا شويه وعملنا السوفت تيشو مانجمنت progressively the temporary crown. ويعني هذه الموضوع دي بقى اللي هو ايه، حد عمل episectomies لسنة معينة كذا مرة، عمل لها episectomy وبعدين بعد كده settled شوية وبعدين البيشنت ابتدى يشتكي تاني وراح بساينس كافيتي وبتاع، تعمل له ايبيكال كيروتاج وحته من الروت كمان كويس. وممكن ثالث مره هتلاقي بعد كده ان الجراحه دي عملت بلاوي زرقاء، عملت لك بون ديفكت محترم، عملت لك ديبري في المكان نفسه في السيرجيكال سايت، عملت لك جرانيوليشن تيشو في كل حته، نون يونيفورم ريزوربشن، بلاوي كويس. لو البيشنت السمايل لاين بتاعه او بتاعها واطي، يبقى الموضوع مش ايه، مش هيعمل لك مشكله استاتيك كبيره بعدين. لكن لو السمايل لاين عالي، يبقى لازم تعمل ريكونستراكشن لكل الكلام ده in accordance to what was there previously. وصلت طبعا. ادي بقى شويه ديفكتس كده بلاوي يعني من الروت فراكشر. اوكي، وادي الفراكشر اهو، وادي الروت فراكشر والبون اللي ريزوب لغايه الاخر. اوكي، طيب اكستراكشن، ادي ايه بريوتوم، انا بحب البريوتوم. اوكي، يوز ليست تروماتيك تكنيك، يعني ما تحركش السنه ليبيو باليتالي ولا ميزيوديستالي كتير كويس. هات البريتون كده واقطع البريدونت الليجمنت لو قدرت.
لو عارف التكنيك، مش عارف استخدم جنتل بات فيرم فورس، يعني ما تقعدش العيان دماغه تترجرج معاك يمين وشمال. اوكي. يعني روتراكشن انت ممكن تجيبها باكستروجن لانها بتشد البون والسوفت تيشو معاها. اوكي. ممكن يعني لو انت تعرف حد اورثودونتست ممكن يساعدك في الموضوع ده، يبقى لطيف جدا. ده هيعمل لك سمعه كويسه انك انت بتعالج الروت فراكتشرز او ال قصدي سوري الروت فراكتشرز السنان اللي بتتكسر، بانك انت يعني لو هي بس مش على روت يعني بيبقى فيها جزء صغير انك انت بتحطها في مكانها وبتعمل لها ريستوريشن. اوكي. موضوع الاكستروجن ده يعني انا شفته كذا مره بس انا ما بعملوش. يعني انا الاورثودونتست لو انا شايف انه الاكستروجن في مصلحه للعيان بقول للاورثودونتست يعمل. اوكي. او لو العيان موافق كمان. اوكي ماشي. التيشو اتروفي ستيركيز، ايه اللي بيحصل بقى؟ التيشو اتروفي بيحصل ازاي؟ اول ما بنعمل اكستراكشن ايه اول حاجه بتختفي؟ احنا قلنا قبل كده على فكره، فكروا بابيلي. ليه؟ احنا بنفقد مين؟ السيركولار فايبرز، وبنفقد الجينجيفال فايبرز. اول ما بنفقد السيركولار فايبرز والجينجيفال فايبرز كويس، اللي هي بتطلع من البيريدونت ليج بتطلع على السنه، البابيلا بتروح من كمشة بسرعة جدا. اوكي. ودي اصعب حاجة يتعمل لها ريكرييشن، او ما بتبقاش ريجنريتد اطلاقا. انت بتعمل حاجات في السوفت تيشو بتعمل لك سودو بابيلا، يعني حاجة كده شبه البابيلا بس هي مش بابيلا، هي سبورتد بابون. وبعدين الاتاتش جينجيفا او الكراتينايز ميكوزا والكونكتيف تيشو، وبعدين بعديه البون ويت بيبتدي يشرينك، وبعدين البون هايت اخر حاجه. اوكي. ده الستيركيس، ده التيشو لوس از ا فانكشن اوف تايم. طيب لو انا عندي مينيمم لوس، مفيش الا يعني لسه البيشنت خالع ما بقالوش شهرين ثلاثه ومينيمم لوس وما حصل ما كانش عنده بريودونتال ديزيز وما كان والاكستراكشن كان ايه تروماتيك كده وحلو ولذيذ وكل الافورت استعملت انه المكان ده ما يتبهدلش، يبقى ده ايديال فور فيكس بروسيسز. رايت. مودريت لوس مور ذان ذات، ماشي هنمشيها فيكس، بس برضه الواحد لازم ياخد باله علشان الايه الهايجين والمينتنس. سبستانشال لوس، من رايي انك انت لو هتبني سوفت تيشو كتير و بينك وايت كتير يبقى تو فيفر ريموفبل، وخصوصا في الناس اللي السموكرز. اوكي. او يعني بس انت يعني ما هو لازم تبص على البروسيسز نفسها يبقى شكلها ايه. اوكي. سيفير لوس طبعا ريموفبل. اوكي. ايفن افتر جرافتنج، انت بتعمل جرافتنج علشان تبعد تزود ال retentive area، لكن حتى بعد الجرافتنج انت يعني انت عملت اللي عليك عشان بس تزود ال retentive area ومفيش مكان نحط فيه implants، او لو عملنا implants ممكن يحصل لنا مشاكل لانه مفيش ايه مفيش bone width كفاية. اوكي. اوكي. now the fixed prosthesis becomes less appropriate. Diagnostic workshop demonstrate this to us and the patient. يعني انت لازم توري العيان الكلام ده هيبقى يعني اللي انت تعود ايه لو مش هتعمل grafting. يا عم انت عندك bone width كويس وعندك bone height كويس، بس حصل shrinkage وحصل انه space نفسها الانتر arch space بقت اكبر. يعني لما هحط implant وهحط عليها الكراون ده هيبقى اطول ايبيكلي،
من الاكزيستنج. اوكي، علشان انا حصل عندي تيشو لوس. ماشي، وصلت؟ جميل. يبقى اللي بقوله ان within minimal tooth loss fixed processes are ideal with significant bone and gum loss treat with removal. لو في significant يعني، ما هو علشان انت مش هتعرف تعمل حاجة هايجينيك كويسة للعيان. اوكي، الا لو بقى فتحت له فراغات فوق يعني عند بين الريج والبروسيسز نفسها، ودول السبيسز دي ادكوت ان هو يحط سوبر فلوس ويحط ووتر بيك ويحط ويشتغل بالتوث برش علشان تعمل برشنج اندرنيث البروسيسز والكلام ده كله ماشي، لكن ده at a price. يعني البيشنت هيقعد برضه يقول لك انا ايه لما بقول حرف السين بيفلت مني. انا ما بقولش سين، بقول ثين كويس، لان الهواء بيطلع من الايه السبيسز دي وما بعرفش اعمل سيل كويس. حاجات تانية كده كويس، في اكل بيخش فيها whatever كويس. او امسك بقى البيشنت كوريكت الهارد تيشو وبعدين بعد كده السوفت تيشو، او الاثنين مع بعض وبعدين بعد كده، او اكسبت كومبرومايز زي ما قلت اللي هو ايه فيها سبيسز فيكست بروسيسز. اوكي، يبقى دول البرنسبلز بالنسبه للتيشو لوس. يبقى انا فهمت التيشو لوس بيأفكت التيشو لوس بيجي منين اولا، اتنين الريستورتيف بلان لازم ترتكز على الاماونت اوف تيشو ذاتس لوست. وكلمنا عن التيشو اتروفي ستير كيس، وكلمنا عن الباترنز اوف بون ريزوربشن في المجزلة والماندبل، وازاي ده بيدينا ريستورتيف شانل تشالنج كبيره جدا، بتخلينا نحاول على قد ما نقدر نطوع التريتمنت بلان بتاعتنا على اساس ان البروستيك ريهابليتيشن يبقى ايه، يبقى ستيبل، يبقى مينتينبل، هايجينيك، فانكشنالي ادكويت، واستاتيكلي اكسبتبل. وعند النقطه دي هننهي الايه البرزنتيشن بتاع النهارده لاسباب عديده جدا، انه هنتكلم بعد كده في الكلاسيفيكيشن بتاع الايه البروسيسز، وده محتاج ان احنا نبقى مصحصحين شويه، او انا كمان مصحصح شويه لان الوقت اتاخر جدا وانا لازم اخلص دلوقتي. سعدت بكم، ويعني اتمنى من الله عز وجل ان العلم اللي انا بديه لكم ده يكون بيفيدكم. لو سمحتم ارائكم تهمني، الفيدباك يهمني، انا ما بزعلش لما حد يكون نقده بناء ويقول لي هو عايز ايه في نفس الموضوع يعني. اوكي، لكن لو عايزين نتكلم في مواضيع تانية انا تحت امركم طبعا، ولكن مش عايزين نقطع السيريز دي كتير، لان احنا قطعناها مره وكلمنا عن البيشنت كوميونيكيشن. في ناس كتيره كانت بتتكلم معايا من كام يوم على كارير بلاننج، يعني احنا دكاتره اسنان بنطلع من الكليه بنفتح عيادات ومش عارف ايه وستراجلينج ومش عارف ايه، والعيانين بيقرفونا ومحدش مش عايزين يدفعوا، او بيقول لي اسعارك غاليه، واللي بيقول لي مش قادر ادفع، وانا يعني فاهمني. فطبعا الكارير بلاننج ده بيرتكز على نقاط عده، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ممكن نتكلم في الموضوع ده في يعني حلقه منفصله. بس بقى انا لما اجهز حاجه للموضوع ده، او ممكن نتكلم فيه كلام عادي علشان في افكار معينه ممكن اديها لكم، وبعدين بعد كده نعمل زي يعني برزنتيشن مخصوص للموضوع ده. لو سمحتم يعني ارائكم تهمني، طلباتكم تهمني، وانا على قدر المستطاع اقدر ان شاء الله اوفيها بعون الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم، ومتشكر لكم جدا على حسن استماعكم، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.